أعزائي الطلاب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة والتي سنتناول فيها موضوعا جديدا من مواضيع قواعد اللغة العربية بعنوان الفعل المضارع المرفوع فهيا بنا. عزيزي الطالب تعرفت في دروس سابقه على الفعل المضارع فالفعل المضارع فعل معرب يدل عاده على حصول عمل في الزمن الحاضر وهو ياتي دائما مرفوعا اذا لم يسبق بناصب او جازم فما علامه رفع الفعل المضارع اذا جاء صحيح الاخر وما علامه رفعه اذا جاء معتل الاخر بالالف او الواو او الياء وما علامة رفعه أيضا إذا كان من الأفعال الخمسة؟ جميع الأسئلة السابقة وأكثر سنطرحها في سياق حلقتنا لهذا اليوم. أما الآن فهيا بنا نتذكر ما يلي. انظر وتذكر عزيزي الطالب. الفعل بحسب دلالته الزمنية ثلاثة أقسام ماض مضارع أمر وتذكر أيضا الفعل المضارع فعل معرب يدل عادة على حصول عمل في الزمن الحاضر وتذكر أيضا عزيزي الطالب ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة كقولنا سأل فهو فعل صحيح مهموز عد فعل مضاعف ثلاثي فهم فعل صحيح سالم اما المعتل فهو الذي اشتملت اصوله على حرف او حرفين من حروف العله كقولنا وقف فقد بدا بحرف عله هو الواو نام قد توسطه حرف عله هو الالف جرى انتهى بحرف عله هو الالف ايضا الليله وتذكر ايضا عزيزي الطالب الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وأمثلة ذلك انظر وركز معي جيدا عزيزي الطالب ألف الاثنين كقولنا يعملان تعملان وعند إسناده إلى واو الجماعة نقول يعملون تعملون وعند اسناد الفعل الى ياء المخاطبه نقول تعملين وهكذا انظر عزيزي الطالب هنا الفعل المضارع في جمله اعرابه السبب الجمله الاولى تقرا فاطمه الدرس الجمله الثانيه لم تقرا فاطمه الدرس الجمله الثالثه لن تقرا فاطمه الدرس اين الفعل المضارع في كل جمله من هذه الجمل نعم تقرا انظر في الجمله الاولى تقرا لم يسبق بناصب او جازم فهو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ماذا الضمه الظاهره على اخره السبب في ذلك لم يسبق بناصب او جازم الجمله الثانيه لم تقرا فاطمه الدرس انظر الى اخر الفعل تقرا نعم انها السكون ما الذي حدث لقد سبق الفعل هنا حرف جازم هو لم اذن تقرا فعل مضارع مجزوم السبب في ذلك سبق بحرف جازم هو لم الى الجمله الثالثه لن تقرا فاطمه الدرس انظر الى الفعل تقرا نعم لقد انتهى بالفتحه لماذا انظر الى ما سبق هذا الفعل نعم انها لن الناصبه اذا تقرا فعل مضارع منصوب ما سبب في ذلك سبق بحرف ناصب هو لن وفي درسنا لهذا اليوم سنتناول الفعل المضارع المرفوع اذا كان صحيح الاخر او معتل الاخر بالالف او الواو او الياء او اذا كان من الافعال الخمسه انظر عزيزي الطالب هنا اذا مما سبق نستنتج الاصل في الفعل المضارع ان يكون مرفوعا وعلامه رفعه الضمه اذا لم يسبق بناصب او جازم انظر عزيزي الطالب الى هذه الصوره ماذا تلاحظ نعم ستقول لي تتفتح الوردة نعم هذه جملة فعلية بدأت بفعل الفعل هو تتفتح ما نوعه عزيزي الطالب أشكرك هو فعل مضارع نعم ما علامة رفعه هنا انظر عزيزي الطالب نعم تتفتح إنها الضمة إذن تتفتح فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه لماذا سنرى هل سبق بناصب او جازم بالتاكيد لا اذا تتفتح فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره السبب في ذلك ان الفعل قد جاء صحيح الاخر اذا ماذا نستنتج اعزاء الطلاب مما سبق علامه رفع الفعل المضارع الضمة الظاهرة متى إذا كان صحيح الآخر وأمثلة ذلك أن نقول انظر عزيز الطالب وركز معي نلعب أتعلم ترسم يكتب هذه أفعال مضارعة انظر إلى الفعل نلعب لقد بدأ بالنون وهي نون المضارعة أما الفعل أتعلم فقد بدأ أيضا بحرف مضارعة آخر هو الهمزة ترسم لقد بدأ بحرف المضارعة التاء يكتب لقد بدأ بحرف المضارعة الياء وتجمع في كلمة نأ تي إذا جميع هذه الأفعال هي أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها إلى مثال آخر أنظر عزيزي الطالب وركز معي جيدا ماذا ترى في هذه الصورة؟ نعم يعلو النسر محلقا في السماء أين الفعل المضارع في هذه الجملة؟ نعم إنه يعلو كما ترى عزيزي الطالب ما علامة رفع الفعل المضارع يعلو هنا؟ انظر وركز معي هل تظهر الضمة على آخر الفعل يعلو؟ بالتأكيد لا هل نستطيع أن نقول يعلو؟ هناك ثقل في نطق الضمة على الواو لذلك قدرت الضمة هنا على اخر الفعل للثقل اذا يعلو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمة المقدرة لماذا؟ للثقل السبب في ذلك لقد انتهى هذا الفعل بحرف علة هو الواو اذا اعزائي الطلاب الضمة هنا لا تظهر على حرف العله الواو، لذلك الفعل المضارع هنا يكون مرفوعا وعلامه رفعه الضمه المقدره للثقل. الى مثال اخر، انظر، نعم، انه متسابق يجري، ماذا سنقول؟ سنقول: يجري المتسابق بنشاط. اين الفعل المضارع هنا؟ نعم، انه يجري. هذا الفعل المضارع هل ظهرت الضمه على اخره انظر يجري لقد انتهى هذا الفعل بحرف عله هو الياء هل نستطيع ان نقول يجري يوم لا نستطيع ذلك اذا الضمه هنا ثقيله عند نطقها بسبب وجود حرف العله الياء اذا تقدر الضمه هنا على اخر الفعل يجري لذا سنقول يجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل أيضا. السوء في ذلك معتل الآخر بالياء. إذا ماذا نستنتج أعزائي الطلاب مما سبق؟ نستنتج التالي: علامة رفع الفعل المضارع الضمة المقدرة للثقل إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء. وأمثلة ذلك: يلهو نسمو تقضي أحمي الفعلان يلهو نسمو قد انتهى كل منهما بحرف علة هو الواو أما الفعلان تقضي وأحمي انتهى كل منهما بحرف علة هو الياء ولذا تقدر الضمة على جميع هذه الأفعال فتصبح أفعالاً مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة المقدرة للثقل. إلى هنا أعزائي طلاب نكون قد تعرفنا على علامة رفع الفعل المضارع صحيح الآخر وأيضا تعرفنا على علامة رفع الفعل المضارع معتل الآخر بالواو أو الياء. سنتعرف لاحقا إن شاء الله على علامة رفع الفعل المضارع معتل الآخر بالألف ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله كونوا معنا. أعزائي الطلاب عدنا ثانية للتعرف على علامات رفع الفعل المضارع فهيا بنا انظر عزيز الطالب هنا ماذا ترى في هذه الصورة نعم سنقول التالي يسعى الصياد إلى رزقه أين الفعل المضارع في هذه الجملة نعم إنه يسعى انظر عز الطالب هل تظهر الضمة على آخر الفعل يسعى يسعى هل نستطيع أن نقول يسعى يو لا نستطيع ذلك لقد تعذر على الضمة أن تظهر على الألف هنا إذا يسعى سنقدر عليه الضمة سنقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر لماذا قلنا للتعذر؟ لأنه يتعذر على الضمة أن تظهر على حرف العله الالف هنا اذا يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره للتعذر والسبب في ذلك قد جاء هذا الفعل معتل الاخر بالالف اذا ماذا نستنتج اعزائي الطلاب نستنتج التالي انظر وركز معي علامه رفع الفعل المضارع الضمه المقدره للتعذر اذا كان معتل الاخر بالالف وأمثلة ذلك انظر وركز معي نرضى أسعى تنسى يهوى هي أفعال مضارعة قد انتهت جميعها بالألف فعلامة رفعها هنا الضمة المقدرة للتعذر والآن أعزائي الطلاب إلى نوع آخر من الأفعال هيا نتعرف عليه انظر وركز معي جيدا ماذا ترى في الصورة؟ نعم انهما مزارعان يعملان بنشاط اذا سنقول التالي المزارعان يعملان بنشاط ان الفعل المضارع في هذه الجمله يعملان اشكرك عزيزي الطالب يعملان كما ترى هل تظهر الضمه على اخر الفعل يعملان بالتاكيد لا ما السبب في ذلك يعملان للمثنى نعم الفعل المضارع اذا اسند الى الف الاثنين فإنه يعتبر من الأفعال الخمسة. إذا يعملان فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ نعم علامة رفعه هنا ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. انظر وركز معي جيدا إلى هذه الصورة أيضا. نعم ماذا ترى في الصورة؟ سنقول التالي، سنقول الطلاب يستمعون للمعلم. أين الفعل المضارع هنا؟ يستمعون نعم يستمعون هل تظهر الضمة على آخر الفعل يستمعون؟ بالتأكيد لا ما سبب في ذلك؟ يستمعون لقد أسند إلى الفعل واو الجماعة نعم إذا يستمعون هو من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون إذا يستمعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة إذا أعزاء الطلاب ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج التالي علامة رفع الفعل المضارع ثبوت النون متى؟ إذا كان من الأفعال الخمسة وهكذا وأمثلة ذلك أن نقول يصافحان لقد أسند الفعل المضارع هنا إلى ألف الاثنين يعاتبون لقد أسند الفعل المضارع هنا إلى واو الجماعة وقولنا تلمسين لقد أسند الفعل المضارع هنا إلى ياء المخاطبة انظر عزيزي الطالب وهيا بنا لنجيب عن هذا التمرين عين الفعل المضارع وعلامة رفعه في الجمل التالية يفوز المتقون برضا الله اين الفعل المضارع هنا نعم يفوز ما علامه رفعه انظر نعم انها الضمه لماذا لانه لم يسبق بناصب او جازم اذن يفوز فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه لم يسبق بناصب او جازم انظر الى هذه الجمله ايضا يعلو قدر من انصف الناس أين الفعل المضارع هنا؟ أشكرك يعلو انظر إلى هذا الفعل هل هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؟ بالتأكيد لا ما السبب في ذلك؟ لقد انتهى هذا الفعل بحرف علة هو الواو وتذكر عزيز الطالب إذا انتهى الفعل المضارع بحرف علة الواو فإنه يرفع وعلامة رفعه ماذا؟ أشكرك الضمة المقدرة للثقل إذا يعلو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إلى جملة أخرى تروي الجدة لنا قصة جميلة أين الفعل المضارع هنا؟ ستقول لي تروي أشكرك لقد انتهى هذا الفعل بحرف علة هو الياء إذا ما علامة رفع الفعل المضارع هنا؟ أشكرك عزيزي الطالب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره للثقل الى جمله اخرى نخشى الله في السر والعلن نخشى نعم انه الفعل المضارع هنا لقد انتهى بحرف عله هو الالف وتذكر اذا انتهى الفعل المضارع بحرف عله الالف فانه يرفع وعلامه رفعه ماذا أشكرك عز الطالب الضمة المقدرة للتعذر إذا نخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر أنظر عز الطالب إلى هذه الآية إنها من سورة البقرة قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون انظر عز الطالب الفعل المضارع هنا يؤمنون نعم فعل مضارع اسند إلى واو الجماعة إذا هو مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون أشكرك لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة إذا يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة انظر إلى هذا التمرين أيضا عزيزي الطالب أكمل الفراغ بحسب المطلوب بين القوسين هيا بنا لنرى المؤمن لا فراغ نريد أن نضع في الفراغ فعلا مضارعا مرفوعا وعلامه رفعه الضمه الظاهره ماذا سنقول اشكرك المؤمن لا يكذب اشكرك عز الطالب يكذب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه لم يسبق بناصب او جازم قوله تعالى انما فراغ الله من عباده العلماء نريد ان نضع في الفراغ فعلا مضارعا مرفوعا وعلامه رفعه الضمه المقدره ماذا سنقول اشكرك انما يخشى الله من عباده العلماء يخشى فعل مضارع انتهى بحرف عله هو الالف لذلك هو فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره للتعذر إلى جملة أخرى الطالبان فراغ الدرس نريد أن نضع فعلا مضارعا مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون نعم أشكرك عزيز الطالب ستقول لي الطالبان يكتبان الدرس أشكرك إلى جملة أخرى فراغ الفلاح من نومه مبكرا نريد أن نضع فعلا مضارعا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل إذن الفعل الذي يجب أن نضعه يجب أن يكون منتهيا بالواو أو الياء إذا ماذا سنقول؟ سنقول التالي أشكرك عزيزي الطالب يصحو الفلاح من نومه مبكرا يصحو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درسنا لهذا اليوم سنواصل مع التدريبات ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله كونوا معنا مرحبا بكم اعزائي الطلاب مره اخرى مع درسنا الفعل المضارع المرفوع هيا بنا الان نواصل مع التدريبات اختر علامه الرفع المناسبه للافعال المضارعه المخطوطه هيا لنرى الفعل في جمله علامه الرفع كما تلاحظون هذه الجمل وهنا علامات الرفع الجملة الأولى أنتم تعرفون واجبكم الجملة الثانية يشرب المريض الدواء الجملة الثالثة يشوي الطباخ اللحمة الجملة الرابعة يهوى الإنسان وطنه انظر إلى الفعل المضارع في الجملة الأولى أنتم تعرفون نعم لقد أسند الفعل إلى واو الجماعة إذا هو من الأفعال الخمسة ما علامة رفعه أشكرك عز الطالب ثبوت النون إذا تعرفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يشرب المريض الدواء يشرب فعل مضارع نعم لقد انتهى بالضمة إذا هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره أشكرك عزيز الطالب يشوي الطباخ اللحمة هذا الفعل لقد انتهى بالياء وما علامة رفع الفعل المضارع اذا انتهى بحرف العله الياء اشكرك الضمه المقدره للثقل اذا الضمه المقدره انظر الى الجمله الاخيره يهوى الانسان وطنه يهوى ايضا انتهى بحرف عله اذا ما علامه رفعه اشكرك الضمه المقدره ايضا ولكن انظر هنا عز الطالب يشوي انتهى بالياء فعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل، أما الفعل يهوى لقد انتهى بالألف فعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. إلى سؤال آخر. استبدل بما تحته خط كلمة واحدة بحسب المطلوب. انظر وركز معي جيدا عزيزي الطالب. لا يبخل المسلم بماله على الفقراء. نريد أن نستبدل جملة النفي هنا بفعل مضارع واحد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ماذا سنفعل؟ سنحذف أداة النفي ثم سنأتي بمضاد الفعل يبخل إذا أشكرك عزيزي الطالب سنقول التالي يتصدق المسلم بماله على الفقراء يتصدق فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. الابناء لا يعصون الاباء. نريد ان نستبدل جمله النفي هنا بفعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. اشكرك عزيزي الطالب سنقول الابناء يطيعون الاباء يطيعون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. لا يطيع الكافر ربه، نريد ان نستبدل جمله النفي بفعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره للثقل. ماذا سنقول؟ نعم سنقول يعصي الكافر ربه، يعصي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمة المقدرة للثقل. إلى سؤال آخر أعرب ما تحته خط ركز معي جيداً عزيزي الطالب. يدرس المعلم نتائج الطلبة يدرس نعم هو فعل مضارع لقد ظهرت الضمة على آخر هذا الفعل إذا هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. أمشي كثيرا صباحا الفعل المضارع هنا أمشي لقد انتهى بحرف علة الياء نعم إذا هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ أشكرك الضمة المقدرة للثقل يرعى الرجل الأغنام يرعى فعل مضارع انتهى بالألف نعم ما علامة رفعه إذا؟ أشكرك يرعى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ماذا الضمه المقدره للتعذر الشباب يخدمون الوطن يخدمون فعل مضارع انتهى بالنون واسند الى واو الجماعه اذن هو من الافعال الخمسه اذن ما اعرابه سنقول يخدمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم، فهيا بنا الآن نتذكر ما تعلمناه في درسنا. تذكر أولاً الفعل المضارع يكون مرفوعاً إذا لم يسبق بناصب أو جازم، وتذكر أيضاً علامة رفع الفعل المضارع الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر، وتذكر أيضاً علامة رفع الفعل المضارع الضمة المقدرة للثقل، إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء، وتذكر أيضاً علامة رفع الفعل المضارع الضمة المقدرة للتعذر، إذا كان معتل الآخر بالألف، وتذكر أخيراً عزيزي الطالب، علامة رفع الفعل المضارع ثبوت النون اذا كان من الافعال الخمسه الى هنا عزاء طلاب نكون قد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون الفائده قد عمت عليكم جميعا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته